أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يسأل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إن الناس هلكوا فهو أهلكهم؟ وأرجو شرح الحديث. نعم، هذا حديث وهو صحيح في أن الإنسان إذا أساء الظن بالناس كلهم، إذا أساء الظن بالناس كلهم هذا لا يجوز. الناس لا يهلكون جميعا، يكون فيهم أهل الخير. يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق طاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فلا يعمم الحكم على الناس ويقول كلهم هلكوا، أو يقول ما في الأرض مسلم الآن، مثل ما يقول بعض الجهال: ما في الأرض الآن مسلم ولا هناك أحد مستقيم، كل الناس ضلوا. هذا لا يجوز، هذا تعميم لا يجوز. وأيضا إذا قال الناس هلكوا معناه أنه يزكي نفسه، معناه أنه يزكي نفسه. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقد يكون في الناس من هو أصلح منه وأحسن منه حالا. نعم.